زي اللقطة اللي جاية بالخلفية الصوتية اللي فيها معلقة عن نفسها، نشوفها. أتحداك لو كان عمل عقد مع الأهلي ولو في الأهلي مجلس إدارته ذكر يطلع العقد. محمود كهربا الفولت العالي ووصل يا رجالة، الفولت العالي هينزل يا شباب. طلع لي العقد، مش أنت ذكر يالا، طلع العقد. إنما هو عايز يشغلك. وأهلا بيك يا كهربا في بيتك في ناديك مرة تانية محمود كهربا. أتحداك لو كان عمل عقد مع الأهلي. هنا ممكن نعلق لسبب بسيط، ان الناس فاهمة الموضوع ده دلوقتي. في الزمالك طاعن في الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد الدولي، لكن كهربا لو عايز يروح اي حتة زي اي لعيب في النادي الاهلي، ودي حصلت في النادي الاهلي مرتين، كابتن عصام الحضري وكوليبالي، هيروح وهيبقى في قضية. كهربا في قضية بس مش مع النادي الاهلي، بين الزمالك واللاعب واسمه النادي البرتغالي. النادي البرتغالي واللاعب، ادي الثلاثه دول هنا. الاهلي بره القصه دي، هو خلص نفسه مع النادي البرتغالي، جنة زي ما الكابتن عصام الحضري خلص نفسه من سيون وراح رايح الاسماعيلي. فالقصه هنا اسماعيلي، عشان كده ما فيش عقوبات طالته ولا الاهلي في عقوبات حطوله. العقوبه بتبقى شخصيه. انت لما اللاعب بيدافع عن موقفه وبيقدم اوراق بالظبط، اذا في عقوبه فانت النادي بقى ممكن انت تكون متفق مع اللاعب ان انا يعني واخدك فري، لكن لو في اي جزاء انا ممكن اتحمل، عشان ما نجيش في يوم من الايام. انا ما اعرفش يعني، الكلام المؤكد من القاربين من الكابتن كهربا بيقول لا، الموقف كهربا عنده حق في كل اللي عمله. الله اعلم، هنشوف المستندات كلها في الاتحاد الدولي، لكن لن تمس في عقد وسلامه عقد اللاعب مع النادي الاهلي. من الاخر كده، كابتن كهربا مع النادي الاهلي، الباقي ده هيبقى اذا في اذا حطها تحت خطوط، في عقوبات هتبقى عقوبات يا ماليه يا ايقافات بس، لكن لن تمس العلاقه نفسها. لن تمس العلاقه، وفي ضوء انه كهرباء او اللاعب هنا بيقدم دفوع، مش هرد لو في ذكر او مش في وجهه نظره القانونيه يعني، وفي النهايه الامر بيكون ما يعنيناش الكلام ده يا استاذ ابراهيم. احنا مش بص، النادي الاهلي مش بيشتغل عشان يثبت لحد حاجه خالص، ولا برد قلم ولا زي ده. احنا نضر نفسنا لو فكرنا ان احنا نبقى انفعاليين ونشتغل كردود افعال، مش هنيجي ضد مصلحتنا عشان نكيد بعض، لا، احنا بنشوف مصلحتنا فين. ولذلك خدت تفكير ودراسه قويه، ومعظمها دراسه فنيه ثم مفاوضات ماليه، دي حسمت الامور بالظبط زي الصفقه اللي الناس كلها منتظرينها وعليت وكبرت وبقت قد كده. هذه نواحي فنيه، لو قدرت ماليا تحققوا كده، لقينا ان هي مش هتعبر عن حقيقه السعر الواقعي او القيمه التسويقيه، هيبقى في بدائل، وكل ده لازم الناس تبقى فاهماه، وهذا متفق عليه مع مستر فايلر ومفيش خلاف عليه. الراجل النهارده هو اللي هيختار وهو اللي هيحسم بس.